إمبراطورية ميم واحد من أهم وأبرز الأعمال اللي كان بينتظرها الجمهور خلال موسم دراما رمضان، بداية من القصة القصيرة المأخوذة عنها المسلسل، طبعا بتوقيع الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس للثلاثي المخرج محمد سلامة، الكاتب محمد سليمان عبد الملك، والفنان خالد النبوي، وده بيعتبر تاني تعاون بينهم بعد راجعين يا هوا اللي اتعرض في رمضان 2022 وحقق نجاح كبير جدا. ده غير طبعا القضايا الاجتماعية والتربوية اللي تطرق إليها المسلسل، بيعتبر من أهم الأعمال الاجتماعية. بنرحب بالمخرج محمد سلامة، برحب بيك وألف مبروك على نجاح المسلسل. الله يبارك فيك يا خلود، وأنا والله اللي برحب بيكي تمام، علشان أنا معايا جزء من الإمبراطورية. احنا معنا بقى الأبطال، أبطال المسلسل، وعامل أساسي ومهم وكبير جدا لنجاح العمل. معنا بيرلا أبو المجد، برحب بيك يا بيرلا. برحب. الأخبار كويسة الحمد لله. معنا أهدى طفل في مصر ريمون توفيق. أهلا يا ريمون. ومعنا كمان الأستاذ أدهم وهدان. آدم وهدان المثقف. شكرا. والشاطر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا محمد. هادي برضو كده في الحقيقه زي المسلسل ولا لا؟ ادم خدعه يعني، هو خدعة؟ هو يبان ان هو هادي في المسلسل بس هو في الحقيقه شيء جدا يبان. شكرا جدا. طيب ابدا بقى مع سلام، انا جايه لكم وعندي كلام كتير جدا هنتكلم عنه، ولكن بقى خليني ابدا مع سلامه. سلامه، اولا ردود الافعال شفتها ازاي؟ ايه اكتر رد كمان يعني بسطك او لفت انتباهك؟ يمكن اكتر حاجة انا انبسطت منها كان في كذا بوست على السوشيال ميديا كان بيقول انا نفسي اعيش في مسلسلات خالد النبوي، في اجواء مسلسلات خالد النبوي، الاجواء العائليه. لا بالذات امبراطوريه ميم. امبراطوريه ميم وراجعين يا هوا، فكان كانوا هم كان الناس كانت كاتبه بوستس كتير ليها علاقه بالموضوع ده، فانا انبسطت جدا ان انا كان من الاول خالص انا كان نفسي اعمل اجواء عائليه، اجواء تحسي فيها ان مفيش اي ازمات في العالم لما تتفرجي على المسلسل، تحسي ان انت فصلتي. وده يمكن اكتر حاجه بسمعها كمان على امبراطوريه ميم، ان احنا نفسنا نعيش مع الامبراطوريه، يعني نعيش وسط الناس، وسط الولاد، وسط البيت، مع اني انا كنت عارف ان محدش هيستحمل يقعد 5 دقايق. لا بالعكس والله، دي كانت اجواء لطيفه جدا وفيها طاقه حلوه كده ومفيش خناقات خالص. لا خالص، ده خالص، ده هم كانوا كلهم حلوين. يعني ممكن استاذ ريمون يحكي لنا على هدوء ال استاذ ريمون. طبعا ريمون توفيق او مصطفى كرتونه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك؟ كويس. انبسطت مع عمو سلامه؟ لا لا، انت بتقول لي ايه؟ ما بيقوليش عمو اصلا ولا بيقول لي انكل، بتقول لي ايه؟ سلوم. سلومه؟ سلوم. كلمني عن دورك بقى في المسلسل. بحب الكبري. قولها تاني. بحب الشوكولات. بتحب الشوكولاته؟ لا كلمني عن دور مصطفى. انت مصطفى انت كنت طالع في الدور بتحب باباك ومنحاز دايما ليه، وكنت اصغر طفل ليه، فالدور كان سهل بالنسبه لك؟ كان صعب؟ سلومه زي ما انت بتناديله كده كان يعني بيفهمك، كان بيقول لك ايه؟ ارفع المايك وتكلم، ارفع المايك وتكلم، احكي بحكي. احكي كان بيقول لي حاجات كتيرة قوي. زي ايه بقى؟ كان بيقول لك ايه؟ اقول ولا لا؟ مش كل الحاجات. لا كان بيقول لك ايه عن مصطفى؟ عن مصطفى اتكلم. احنا كنا بنقول ايه عن الدور؟ بيحب الشوكولاته. اخواته يمشوا يمين وانا امشي شمال. انت كنت مع بابا دايما؟ انبسطت بقى في الدور؟ يعني كنت مبسوط متحمس للدور ولا كان في برضو تعب؟ لا كنت مبسوط. كنت مبسوط. طيب انا هسيبه يفك شويه، ما ان هو يعني كان فاكك جدا، بس هو برضو الكاميرا ليها الرهبه. واروح برضو لادم. ادم منورنا. نورك والله. وكلمنا برضو عن دورك في المسلسل، انت كنت طالع بدور مازن العائل الراسي فيهم طبعا، وانت طبعا عائل هو مثقف وواعي ورزين كده في الحقيقه. يا سلامه صح؟ طبعا. يعني ادم على فكره ادم تاني مره نشتغل مع بعض، كان معايا في الكتيبه 101. كان كتيبه 101 كان طالع ابن اسر ياسين،
وبرده كان من الادوار الحلوه اللي هو عملها والادوار المميزه اللي هو عملها. بس هو دوره في امبراطوريه ميم كان يمكن كومبليكيتد اكتر، كان معقد، كان مليان تفاصيل اكتر. يعني هو ممكن يحكي لنا بقى. احكي لنا بقى. انا يعني اولا انا جيمر، بحب العب فورتنايت او فيس او الجيمز دي، وكمان بحب حاجات كتيره ومنهم حبيبه اللي هي بيرلا. ويعني وايه كمان، انا ذكي برضو، بفهم في يعني. انت بتكلمني عن ادم ولا مازن؟ الاثنين. تمام. انا هبقى غبي يعني في ادم؟ في حد يقول على نفسه غبي؟ هي دي، هو ده مازن، هو ذكي وبيحب حبيبه وبيحب الجيمز وعايش حياته كده يعني، وبيقعد كل يوم بيطلب من باباه بلاي ستيشن جديد وجيمز جديده وجيمز على نينتندو سويتش وكده. طيب معانا كمان بيرلا ابو المجد اللي هي حبيبه اللي بيحبها مازن. اللي بيحبها مازن. دورك برضو كان يعني مميز، لانه هي كانت بتتعرض للعنف المنزلي. كلمينا عن دورك، يعني اشرحي لنا كده. يعني دوري ما كانش سهل قوي، بس عامه كان حلو واتبسطت جدا. حبيبه هي بنت كده متفرقه من باباها كده، ومامتها مش في مشاكل بين بابا وماما. يس. وطبعا بتحب مازن وبيقعدوا يذاكروا ساينس وكده. هي حبيبه ذكيه بس في الساينس يعني. وكانت بتحب الكلاب كوز شي هاز ا دوغ اصلا ريكو، و شي واز شخصيه حلوه. طيب عمو سلامه، بتقولك عمو برضو ولا سلومه ولا بتقول سلامه؟ سلامه. سلامه بقى كان لما جه قعد معاكي في الاول شرح لك الدور ازاي، قال لك ايه؟ ان حبيبه كده بنت طيبه وعندها اصحاب، بس بتتخض كده بسهوله. بتتخض بسهوله، او يعني بسبب المشكله ما بين والدها ووالدتها، فده اثر على نفسيتها. بصي، هو الشرح ليهم مختلف طبعا، بيبقى الشرح عن الممثلين. بنسمع منهم برضه يا سلام. ابسط بحاول ابسط لهم البتاع، ان هي قد ايه خايفه من كل اللي حواليها، فهي مش بتترست اي حد، بس هي لقت ده مع مازن مثلا، علشان هي ومازن بيحبوا المذاكره مع بعض. هي مالهاش صحاب في المدرسه الا مازن، علشان بسبب المشاكل بتاعت مامتها وباباها، فما كانوش يا تروما شويه. كان درامتها كانت مختلفه شويه. تمام. كان يعني كان دورها برضو واقعي جدا. طبعا كان هو المسلسل كله مظبوط. طيب سلامه، الاعمال الدراميه الماخوذه عن النص الادبي ده بيكون تحدي كبير جدا، لانه بطبيعه الحال دايما بيكون في مقارنه ما بين الاعمال اللي بتتعمل دلوقتي المعاصره وما بين الاعمال الكلاسيكيه. دي ما كانتش حاجه مخوفاك؟ والله بصي، هي حاجه تخوف جدا، يعني خصوصا ان انت يعني بصدد عمل عملته سيدة الشاشة فاتن حمامة. تمام. كاتب السيناريو الحوار نجيب محفوظ، اخراج حسين كمال فانت احمد مظهر. تمام. فهو عمل يخض، وهو عمل ناجح جماهيريا جدا، الناس كلها حافظاه يعني. عارفاه وعارفه عارفه حتى الافيهات اللي بتتقال فيه، افيهات التليفون، افيهات الاولاد، فكره الانتخابات، كل شيء مفهوم. فانت عشان النهارده تاخد عمل درامي زي ده هتعرضه في 30 حلقه، الموضوع كان صعب جدا. يمكن انا قعدت انا ومحمد سليمان نفكر كتير قوي ازاي هننتج خطوط للعيله كامله. تمام. ونعمل خطوط كمان حوالين العيله. ويمكن كان محمد سليمان عبد الملك كان عنده فكره ان احنا نستعيد بشخصيات من عالم احسان عبد القدوس، زي مادي، زي شخصيه احمد اللي كان في الجامعه. وبدأنا ننسج عالم لإمبراطورية ميم. كنا خايفين ده يعني ما نعرفش نجذب فيه، بس أنا كنت متحمس جدا. ويمكن كانت أكتر حاجة مطمناني إن أنا خدت نفس النهج بتاع الفيلم، إن إحنا صراع الأجيال، صراع الفكر ما بين الأجيال الصغيرين والكبار، وإن إزاي نقدر نفرق ما بين مصطفى أصغر واحد اللي كان مفروض عنده 7 أو 8 سنين في المسلسل، لحد أكبر حد اللي هو كان عنده 23 سنة اللي كانت بتعملها هاجر السراج. تمام. إزاي نقدر نظبط الفكر بتاع كل جيل لوحده
في مواجهة الأب. يمكن القصة القصيرة ده التشابه ما بين القصة القصيرة والعمل أو المسلسل، إنه الأب هو البطل غير طبعا الفيلم. القصة أصلا بتاعت أستاذ إحسان عبد القدوس هي قصة أب عنده 6 أولاد رجالة، تمام؟ ده التشابه. ما التشابه وإن هم بيعملوا انتخابات يشوفوا مين بيدير البيت بعد خلاف على مين بيرجع بدري ومين بيرجع متأخر، فده كانت الـ الفكرة أصلا. طيب ممكن بقى أروح لريمون. ريمون ده أول عمل ليك مع المخرج محمد سلام، صح كده؟ كلمنا عن التجربة. تجربة حلوة. لا بس أنا يعني عايزة أقول لحضرتكم على حاجة، إنه العلاقة ما بين محمد سلامة وريمون، هو طبعا بيحب كل الأولاد وما فيش تمييز خالص، ولكن ريمون كده في القلب حبيتين كده تلاتة، صح؟ هو آخر العنقود بقى 5-6-7. أيوة خمسة هو ستة. يعني فالعلاقة ما بين المخرج محمد سلامة وريمون مختلفة شوية كده، فيها بوند وفيها ترابط، وهو يعني ريمون بيحبه جدا وبيعتبره زي أخوه عشان ما نكبركش. فيمكن ده اللي ساعدك أكتر إن أنت تأدي الدور زي ما أنت أديته وزي ما احنا شفناه. أنت كنت شاطر قوي على فكرة. شكرا. أنت عارف إن أنت كنت حلوة قوي وكنت شاطر قوي. شكرا. طب أهلك قالوا لك إيه؟ مبسوطين يعني في المدرسة. طبعا بقيت مشهور قوي. بيقول لك إيه صحابك في المدرسة؟ يعني لفنان. لا قول لها، قول لها بينادوا لك ايه في المدرسه دلوقتي؟ خلاص قول قبلها. ما تتكسفش، ما تتكسفش. بيدلعوا يقولوا له ايه؟ فنان؟ كرتونه. زي المسلسل. زي المسلسل. نشا مصطفى اللي هي عمته في المسلسل كانت برضو بتدلعه، بتقول له ايه؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك ايه؟ كرتونه. حبيت الاسم؟ حبيته؟ طيب قولي كده، يعني مين اللي بيشجعك على التمثيل؟ ماما، بابا، الاثنين؟ مين اللي بيقولك كمل؟ الاثنين بيشجعوك؟ محمد. ايه اكتر مشهد بقى يعني قريب من قلبك؟ اكتر مشهد بتحبه؟ انا ومايا. هو ايه الحكاية استاذ سلام؟ هما بيحبوا ميان جدا، تمام؟ يمكن عشان ميان كمان من يمكن اصغر بطله موجوده بتاع، هما الاثنين بيحبوا ميان جدا جدا. كان بستنى مشاهدهم مع ميان، هو كان عنده مشهد مع ميان وكان برضو ادم عنده مشهد مع ميان. تمام. ماشي ارجع لك تاني. ادم الوقوف قدام فنان كبير وانت لسه ما شاء الله سنك صغير بس ليك اعمال علقت مع الناس، فنان كبير زي خالد النبوي، مش حاجه سهله اكيد. كنت متوتر؟ لا الحمد لله ما كنتش متوتر. انا كنت متاكد ان هو هيقف معانا وهيساعدنا وهيخلي كل يعني هيفهم كل واحد، هو واستاذ محمد سلام اكيد بيخلي يعني هما اللي بيخلوه يفهم الدور وبيأديه ازاي. فاحنا الحمد لله ما خفناش ولا حسينا ان احنا ممكن نمسف ولا حاجه. احنا كنا مبسوطين واحنا مع بعض، احنا كنا حاسين ان احنا عيله مع بعض بجد من كتر ما احنا يعني حابين بعض. فما كانش فيه اي مشاكل ولا كنا خايفين من اي حاجه. انا فكره انا حابه الجيل الجديد ده انه لا الرهبه مش موجوده قوي. لا هم كانوا بيجوا كلهم مركزين بصراحه، وكان يمكن اكتر حاجه كنا شغالين عليها حتى مع استاذ خالد ان المكان يبان زي بيت، يعني ده بيتهم فعلا، يعني هم كلهم اخوات، كلهم بيحبوا بعض حقيقي، كلهم كانوا يعني هو وريمون، يعني ادم وريمون ومنى زاهر كانوا طول الوقت كانوا بيجروا في اللوكيشن، ولما كانت بيرلا بتيجي كان بيبقى يعني كان بتبقى في مراجيح في اللوكيشن. انا كنت ببقى حابب ان انا اسيبهم هم يحسوا ان التعامل مع الاطفال كمان صعب قوي، ما بالك في لوكيشن، فيعني مش حاجه سهله. انا مش بلاقي التعامل مع الاطفال صعب خالص بصراحه، يعني انا فاهم هم عايزين ايه وببقى يعني عايز ابقى متاكد ان هم فاهمين انا عايز ايه عشان الشغل. بس هو التعامل في الاخر سهل جدا، يعني هم في الاخر هم كلهم صحابي، تمام؟ انا اعرف بيرلا من هنا صغيره. احنا مش صحاب، احنا اخوات.
عارف بيرلا من الناس غالية اشتغلت معايا قبل كده مسلسل قبل كده. بيرلا ده تاني عمل ليكي مع سلامة صح؟ اشتغلت معاه. ايه المميز في سلامة طيب؟ ليه بتحبي تشتغلي معاه؟ فن قوي مش بزهق معاه، اللي هو لو انا زهقانه اجيله واتبسط على طول، اللي هو ما زهقش خالص. بيديكي التشجيع ده والطاقه. ايه اكتر المشاهد القريبه منك اللي بتحبيها؟ انت كان ليكي مشاهد كتيره قوي سواء مع مازن مع يعني كان ليكي مشاهد. في مشهد كده بحبه كان بيضحك قوي مع مازن، كنا قاعدين في النادي كان في الاجتماع، فراح قال لي بعدين انا معاكي يا حاجه، فرحت حاجه روحوني. بحب المشهد ده قوي. حاجة جت كده من عندك وانت سبتها زي ما هي. طيب سلامة، انت معروفة عنك انك يعني بتجيد انتقاء الممثلين في اعمالك وتوظيفهم بشكل جيد جدا. كلمنا اكتر عن اختيار الممثلين، خصوصا كمان انه الفنانة حلا شيحة اختيارها كان تحدي كبير. ليه؟ لانه هي كان بقالها فترة كمان بعيدة شوية، فالاختيار كان بناء على ايه؟ والله بصي هو كان الدور كان شبه أستاذة حلا جدا، تمام. الام اللي عندها مشاكل مع طليقها وهي لسه بتموف اون ولسه تايهه وبتحاول بتلاقي شخص تاني، بس شخص تاني ده ظروفه مش مناسبه مع ظروفها مش مناسبه، فهم التحدي ده حسيت ان هو شبه حلا قوي في الفترة دي. ما هي عملت دور حلو وكان يعني كان في اللي انا عايزه. كانت مبسوطة بالكامباك ده اللي هي حتى قالت كده. كانت مبسوطة جدا بالكامباك. وكان فكرة ان احنا ننسج العلاقة دي، علاقة الحب اللي هي المستحيلة ما بين ام عندها طفلة وعندها مشاكل مع طليقها واب عنده 6 ولاد، تمام، عنده مشاكل معاهم وهم اصلا مش مستوعبين فكرة ان ابوهم ممكن يعرف 6 تانية بعد امهم، وهو نفسه أصلاً مش مستوعب الفكرة. فكان التحدي ده كان تحدي كان يعني صعب كده وكان معقد، وحسيت إن هي حالة وجودها هو ممكن يفك التعقيدة دي أو يقدر يعبر عن التعقيدة دي بشكل كويس. بطبيعة الحال أكيد يعني بنسمع زي ما بنسمع إشادات بيبقى في بعض الناس الانتقادات، تعاملت مع الانتقادات إزاي بخصوص يعني اختيارك لحلا شيحة؟ بصي وده أثر عليها ازاي؟ بصي احنا طول الوقت انا فاهم ان احنا بنعمل عمل ليه علاقة بالذوق الناس، يعني في ناس طول الوقت بتحب حاجات وفي ناس مش بتحبها، تمام، فدايما لازم يبقى في انتقادات، يعني هو مفيش حاجة بلا انتقادات، يعني نبقى نضحك على نفسنا يعني لو في حاجة بلا انتقادات. اي عمل في الدنيا كان ليه انتقاداته، يعني في ناس حبته وفي ناس ما حبتوش كده، شغالين الشغلانه بتاعت اذواق. بعرض لك العمل فانت ممكن تحبه ممكن تكرهه، ممكن تبقى بتسبورت ممكن تبقى بتقول لا، فهو على حسب دايما العمل. يعني طول الوقت الانتقادات ما بتضايقنيش، بالعكس يعني انا فاهم كويس قوي ان الدنيا دي مبنيه على التوازن، يعني في حاجات كويسه في حاجات وحشه، في انا ممكن احب فلان، انا في ناس اصلا بتحب طريقتي في الاخراج، في ناس ما بتحبهاش، في ناس طول الوقت ضدها، في ناس طول الوقت معاها. هل الكلام ده أثر على حلا شيحة بأي شكل من الأشكال وانت كنت بتدعمها ازاي؟ لا لا لا، حلا نجمة كبيرة وهي أكيد فاهمة وفاهمة ومستوعبة قوي فكرة ان احنا بنسمع النقد من الآخرين. بالعكس انا ساعات بلاقي ان النقد مفيد جدا، ان ساعات الناس اللي بتنقد بتوريكي حاجة انت ما بتقيش شايفاها، يعني ده ازاي انت عملت كذا انت، وتقعد تسمعها وتشوف الناس بتقول ايه. انا بحب النقد جدا، يعني انا بقعد استنى للنقد كويس جدا، انا بقعد اقرا الكومنتات اصلا اللي بتنزل على حريص انك تشوف، بكون حريص جدا وعلى تويتر وبرد على الناس على تويتر عادي وبخش اتكلم، ويعني ما عنديش مشكله ان حد يخش يبقى مش حابب المسلسل او مش حابب اختيار او مش حابب حاجه خالص، لا انا اصلا بعرض المنتج اللي انا بقدمه، تمام، والفكر اللي انا بعرضه قد تكون متفق معه قد تكون معترض، يعني دي حاجه ترجع لك. اروح بقى لريمون اروح بقى للنجم ريمون، انا اسفه نجم طبعا. ريمون او مصطفى كان في المسلسل كان ليك مشاهد صعبه قوي صح؟ زي ايه بقى؟ انا بطلع منه الكلام بالعافيه بس هيطلع الكلام. زي ايه بقى؟
زي مثلا لما اخدوا باباك وانت كنت زعلان وبتعيط صح؟ يعني المشاهد اللي انا بعرف فيها بتكون صعبة بالذات اللي انا بعرف فيها بتكون صعبة. بس انا سمعت ان هما بيحطوا لك قطرة. لا مو حقيقية؟ دي مو حقيقية. يعني عايز اقول لك انا عارف انها مو حقيقية. انا بهزر. هو كان في المشاهد مخصوص اللي هو المشاهد اللي كان بيعيط فيها هو كان ريمون كان بيسأل وانا بعيط ازاي؟ بعيط جامد ولا بعيط بالراحة وبعيط ليه؟ تمام. فبقول له مثلا بتعيط عشان هم قبضوا على مختار. بعيط جامد قوي بصوت ولا من غير صوت ولا بعيط وانا وشي في الارض؟ فهو كان بيسأل بجد بيسأل على تفاصيل عشان كده دايما هو وكان عمل تفصيلة. انا كنت دايما كان اصعب حاجة كنت بفكر فيها ان انا ازاي احطهم عند دورهم يعني يبقوا فاهمين ان هم يعملوا ايه دورهم. يعني هو الدور مفهوم مش محفوظ. فانا هقول لك على كل واحد فيهم عمل حاجه تفصيله انا كنت مبسوط جدا منبهر. طب انا عايزاه بقى يقول لي هو عن الـ عن الـ المشهد اللي عيط فيه وان الدموع دي حقيقيه دي مش قطره ولا حاجه عشان في ناس بتقول لا دي قطره مش بعيط حقيقي. تقول لهم ايه؟ حقيقي عيطت ازاي بقى؟ اقول لازم يستاذن. احنا هنا مش في اللوكيشن احنا بنصور. ازاي بعيط بطريقه غريبه قوي؟ يعني لو سالتك دلوقتي تعيط هتعيط؟ هو بطريقه يعني بتحس بالمشهد قوي بتحس بيه قوي. كان مشهد صعب ولا كان سهل؟ يعني بيكون صعب شويه بس بالنسبه لي بيكون صعب. طب لما شفت ردود الافعال بعد كده عن المسلسل وعن دورك وان انت كنت شاطر ومبدع حسيت بايه يا ريمون؟ فرحت قوي صح؟ زي اي بني ادم صح. عايز تكمل؟ اه. عايز تكمل في التمثيل؟ اه قوي بجد. اوكي ماشي نروح بقى للمثقف بتاعنا الراسي والرزين. اخبار الدراسه ايه؟ يعني شاطر في المذاكره شاطر في المدرسه؟ انا عندي رول في حياتي عشان امثل لازم اذاكر. مفيش حد ممثل كبير ده بابا ولا ماما اللي قال لك كده؟ محدش. انا انت حاطط الرول ده لنفسك؟ لو هتمثل لازم تبقى شاطر في المذاكره. لو مفيش مذاكره مفيش تمثيل. ايه الشطاره دي؟ انا الحمد لله انا لسه مخلص امتحانات الشاك بوينت اكزامز دي بتيجي من انجلترا فاحنا لازم نحلها في اقل من ساعه وبتبقى قولي 20 بيجز. انا لسه مخلصه الحمد لله. انت شاطر ما شاء الله. الحمد لله منظم كويس وكانت اسهل يعني من السنين اللي فاتت كلهم. بس انت ما شاء الله برضو يعني معروف ومشهور والناس لما بتشوفك بتسلم عليك صح؟ صح. يعني بتبقى مبسوط ساعتها انه انت معروف والناس بتحبك وكده؟ مفيش حد هيبقى متضايق. في ناس بتتضايق لما الناس بتتصور معاهم كتير لما الناس بيقعدوا يوقفوا كل دقيقه وكده. انا مش من النوع ده. انا ببسط قوي 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 بحس بفرحه كده بحس ان قلبي بيرقص من كتر الفرحه لما الناس يعني بتعرفني بتقول ايه ده انت اللي بتمثل في كذا انت اللي انا شفتك في كذا. نفسك تمثل مع سلامه تاني؟ اوف كورس. اهم حاجه اهم انا مرتاح في الشغل معاك. جدا. فنان كبير خلي بالك يعني مستقبل كبير وثقة. لا 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 شاطر جدا وحقيقي بتحس ان بيحفظ بسرعة محترف. لا انت بتتعاملي مع ادم ممثل محترف مش ممثل عادي يعني مش هاوي يعني بجد. هو عارف هو بيه مواعيده حفظ اداء بيسمع الكلام كل حاجة. بتعامل مع ممثل محترف. كل اصحابك مبسوطين بيك ان انت بقيت مشهور وبتمثل اكيد طبعا طايرين. يعني بحسهم ان هم بيساعدوني بيقفوا معايا. انا اصلا انا وانا قاعد معاهم انا بنسى ان انا ممثل. يعني انا ببص دايما وانا قاعد معاهم بحس ان احنا اخوات مش صحاب وكده يعني. ده جميل قوي بجد. والله شكرا والله شكرا. وانت كمان ما اقصدش وانت كمان والله بصلي وزعل. انت عارف ان انت مكسر الدنيا والناس شكر. بتحبك قوي شكرا بجد. ده تواضع ده ولا هو يعني ده تواضع ده ولا ده ايه؟ تواضع. انت متواضع جدا ريمون صح؟ ريمون متواضع جدا. يعني بصي انا اقول لك على حاجه. يعني ريمون من ممثل يعني هو في جهازه العصبي ممثل
هو يمكن لسه لحد لسه مش فاهم دلوقتي ان هو ازاي بياخد الحاجات يمثلها تمام. بس هو انا كنت عايز احكي لك انه كان في مشهد كان هما بيعيطوا فيه, اول مشهد بيروحوا فيه عند مامتهم المقابر يزوروها, فكانوا كلهم بيعيطوا يعني ريمون عيط, انا فوجئت بيه ان هو بيعيط بجد, وادم عيط بجد, وبعدين ريمون هو خارج احنا قعدنا شويه بننقل الكاميرات من الاضاءه والصوت وبيظبطوا حاجه وما اعرفش ايه, يعني فرق ما بين المشهد اللي جوه بتاع العياط والمشهد اللي بره حوالي ساعه ونص, ولقيت ريمون وهو خارج بيمسح دموعه. دي تفصيله مثلا انا عمري يعني ما خدتش بالي, عمري ما اخد بالي ان انا اقولها له وكده, بس هو كان مركز ان هو خارج, ويمكن ده عايش في الدور فعلا. ما بين احنا سوينا المشهد الاولاني بتاع العياط ومشهد خروجهم من جوه, فلقيته هو خارج بيمسح دموعه تمام وبيعمل كده وبيحط فمه وبتاعه وما اعرفش ايه خلاص, وادم بياخد نفسه وبيبص في السماء. انا ما قلتش الكلام ده يعني, انا ما قلتش البتاع ده, فهم على سنهم هم يعني ممثلين شاطرين. بيرلا كمان كانت بيرلا في مشهد عملته, كان في مشهد حالة بتعيط تحكي لنا هي عليه بقى. صح يا بيرلا, المشهد اللي كانت طنط حالة بتعيط وانت بتروحي لها وهي قاعده على الارض لما حضنتيها. المشهد ده كان صعب شويه, وطنط حالة قعدت شويه عشان تعيط برضو, بس كان كان ايه, كان حلو بس صعب شويه. ليه؟ ان هو لازم نحس ببعض في المشهد ده, بيكوز هي بتعيط عشان هي خايفه البيت يروح منها وما تلاقيش حته تقعد فيها وكده, وهي طبعا عارفه ان انا بحب البيت قوي في المسلسل, ف طبعا انا ما كانوا عايزين ياخدوا البيت منها بسبب طلاقها, كان عايز ياخد البيت وكان وهي كانت بتعيط وانت كنتي معاها, كانت هي بتحتويها, كان المفروض المشهد ان هي تخش تحتويها وهي اللي بتحضنها. عيطتي المشهد كم مره؟ لا مرتين مثلا, مرتين. طب دي شطاره على فكره. لا شاطره جدا, هي كانت المفروض المشهد ان هي اللي بتحتوي حالة, يعني هي اللي بتحتوي امها, فدخلت لقيت مامتها بتعيط فدخلت حضنتها وطبطبت عليها وخدتها في حضنها وقالت لها ما تخافيش. لازم نحس ببعض. انا بقى سمعت يا بيرلا ان صوتك حلو. يس صوتك حلو. لا بصوا انا مش مغنيه, انا بعرف اعمل حاجات احسن من كده. اوكي زي ايه؟ رسم, وبلعب درامز, بيانو, كوره, حاجات كتيره. الفن متاصل. الفن متاصل يا سلام. بتعرف ترسم؟ ايه مش بتعرف ممكن ليه مش بتعرف ترسم ليه ترسم قطط بس؟ طب انت ايه حلو, انا بحب القطط قوي على فكره, مالها القطط؟ طب انت عايزه ترسم ايه؟ لا انا عايز اقول لك ان بقى ده هو يبان ان هو جامد كده, بس هو بيحب الحيوانات بشكل مش طبيعي. بجد بتحب ايه بقى؟ هو يعني كان في كلب زكي الصغير اللي معانا ده, هو طول الوقت ليمون شايله بيبوسوا بعض هو والكلب. عندك كلب يا ليمون؟ عندك كلب؟ ده جابه معانا في يوم ودخله بقى وكان مبسوط وكده, فاول ما هو سابه على الارض الكلب للاسف عمل بيبي على الارض. انا اسف على التفصيله. تمام. حاجه طبيعيه. انا كنت متضايق قوي لان ده في الكربان بتاعي. ايه ليه يعني في الكربان بتاعي؟ ما انا كنت في الكربان. قال لي فداه. فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ الكربان بتاعي انت كده بتخليه مش نضيف. انا عندي ازاي كده عادي؟ فداه. خلاص يا جماعه احنا جايين نهاتي النفوس خلاص. طب انت قلت انك بتعرف تغني. يلا اغني لك امير عيد. يلا. وبعدين كل ما اخد خطوه ارجع اتنين, العمر بيجري ساب السنين, انا شاب لكن من جوه عجوز, عندي جناحات بس محبوس, مجروح بنزف طموح, بدمي بكتب كلامي وابوح, بسرح بتخيل بروح, بغني ترد فيا الروح, يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني, وانا ليمون عايز تدخل معايا في الاغنيه؟ لا شوف. يمكن خيالي وداني الدنيا او العالم تاني. صوته حلو يا ريمون. وانا ببص له كده ليه يا ريمون؟ او يمكن انا نجمي بس مفيش سما,
عندي جناحك بس ما فيش هوا. طبعا بعد الغنى الجميل ده شكرا لازم نخرج فاصل علشان ايه ناخد بريك كده وهنرجع لكم تاني. خلال موسم الدراما دايما الإشادات بتكون للممثلين المتميزين، ولكن نجاح أي عمل بيتوقف على حرفية المخرج ورؤيته واختياره للممثلين وتوظيفهم. احنا معانا برحب بالمخرج محمد سلامة مرة تانية ونجومنا الأبطال اللي كانوا مشرفينا، القمر بيرلا والقمر ريمون وآدم. سلامة، كواليس حلق إلهام لشعرها، أنا عارفة أنه هي فعلا حلقت شعرها وأنك أقنعتها أن هي تعمل كده، ولكن هل ده ما أثرش على نفسيتها بعد كده؟ هي طبعا كانت طالعة بدور نفسيتها متأثرة بوفاة والدتها ومش قادرة أن هي تتحكم في غضبها، يعني كانت نفسيتها متأثرة بوفاة مامتها، ولكن يعني بنت تحلق شعرها ده برضو أكيد أثر فيها، لأنه البنات يعني شعرهم هي يعني زينة أي بنت. بصي، يمكن الدراما ليها عليها على عاتقها كده إن هي تعرض نماذج من المجتمع محتاجة لمساعدة، أو نماذج زي نماذج الشريرة أو نماذج الوحشة أو النماذج اللي عندها مشاكل. أقنعتها إزاي يا سلامة؟ أنا بصي، أنا وإحنا بنعمل كاستنج، أنا عملت كاستنج كذا بنت وقلت لهم، كان في ناس موافقة وكان في ناس مش موافقة. هي كانت الشخصية كده، إن الشخصية بتتعرض لضغط نفسي قوي جدا، فبتقرر إن هي تعاقب باباها بإن هي تحلق شعرها رغم إن باباها ما غلطش. لما قلت الإلهام، إلهام وافقت في ساعتها. هي كانت لما سألتها إلهام أنت وافقت ليه؟ قالت لي أنا ممثلة تمام، ولما بيطلب مني حاجة أقدر أعملها في التمثيل هعملها. يعني في والشخصية كانت محتاجة كده. الشخصية كانت بتتعرض لضغوط نفسية كبيرة جدا، شخصية مراهقة. لما كنا بنتكلم على الانتقادات، المشهد ده لقى انتقادات ولقى استحسان من الناس. الناس كانت في ناس بتحتفي بإلهام ان هي قدرتها ان هي تحلق شعرها في مشهد زي ده او حاجه. إلهام نفسها اتأثرت؟ إلهام نفسها كانت متأثرة جوه المشهد. بعد المشهد هي شايفه ان هي شكلها حلو كده، يعني من الحاجات اللي كانت شايفه ان هي شكلها حلو، which is هي فعلا حقيقي شكلها. هو اللي حلق لها يا جماعه، انا بس بفتن عليه. انا فعلا هي كانت في وهي بتحلق، بعد ما حلقت يعني ما صورناش حلق شعرها كامل، وهي نفسها وهي بتحلق صورنا جزء، وبعدين صورنا قعدنا شويه وصورنا جزء عشان احنا بنغير اماكن الكاميرا وبنغير الاضاءه وكده، بس انا اللي كملت حلقه الشعر بصراحه. هي ما كانتش عايزه حد يقرب لها، وانا قلت لهم ما حدش يقرب لها، خلاص سيبوها. اللي هي ممكن انا طب ان انا اكمل، قالت لي اوكي بس ما حدش تاني يقرب لي. فقلت لها اوكي، وانا والهم اصدقاء، وانا كملت حلقه الشعر. لكن الفكره ان في لما كنا بقول لك على حوارنا الاولاني، ان في ناس في حاجات بتلاقي استحسان وفي حاجات بتلاقي رفض. في ناس في جمهور رفض الموضوع. مين اللي كلمك بعد المشهد ده؟ ده انا جالي مكالمات كتير جدا. يعني يمكن كانت ابرز مكالمه جات لي كانت مدام الهام شاهين. هم قرايب. قالت لي انت ازاي تعمل كده؟ قلت لها، قالت لي مشهد حلو قوي قوي، وكانت مبسوطه قوي بالهام، وقعدنا نتكلم شويه عن السين وعن الامبراطوريه وعن الولاد وعن ان ازاي مايا عندها حاله نفسيه مايا مش عارفه تعبر عنها بشكل في كلام او شكل في حاجه، بسبب ان هي عندها صغيره، عندها 14 سنه، طول الوقت دماغها فيها مشاكل من ساعه موت امها، فكانت عندها حاله من العنف بتعبر عن كل حاجه بالعنف. وهنا كانت فعلا كان غلط مختار ان هو مثلا بعد موت الام
ما ودهاش لدكتور نفسي. فالفنانة إلهام قالت لك إيه بقى؟ لا كانت مبسوطة جدا بالسين وكانت بالمشهد وكانت مبسوطة جدا بإلهام وكانت مبسوطة بالمسلسل وكانت متابعاه. مين تاني اللي كلمك؟ بابا يكلمني على طول. يمكن أول واحد كلمني بابا يعني على طول، هو السين بيتعرض تمام وقال لي ليه كده زعل صح؟ قال لي ليه كده؟ قال لي بس بصراحة السين حلوة قوي. قال لي كنت هو كان بيسألني على الشوت اللي من فوق، قال لي ده الشوت بتاعك، قال لي لو ما كانش ده ما كانش هيبقى المشهد بتاعك. حافظ شغلك طبعا. طيب ريمون، قلت لي ان من اكتر المشاهد اللي انت بتحبها كان مع ميان صح كده؟ فاكره الدور؟ اه. كنت بتقول لها ايه بقى؟ كنت بتعكسها وتقول لها ايه؟ هي بتديني بوسه فانا بقول لها اه بس مختار مش هيبيع. دمه خفيف يا سلام. ريمون دمه خفيف جدا جدا، ده بيضحكني طول الوقت. يعني احنا اصلا ما بيننا في الكواليس كمان قصص كبيره جدا. يعني هو ممكن يحكي لك اصلا احنا كنا طول الوقت في الكواليس مع بعض وكنا بنلعب وكنا بناكل شوكولات مع بعض كتير جدا. يعني هو بيحب الشوكولاته زي المسلسل كده بالظبط او اكتر منها. بيحب الشوكولات. تديله شوكليت علشان ايه على طول؟ ده احنا كل الشوكليت اللي كنا بنصور بيها دي اصلا بتاعت ريمون مش بتاعت حد تاني. هو اللي كان بياكلها. العلب. ايوه كان بياخد العلبه اهو. فدي من اكتر المشاهد اللي انت بتحبها وقريبه منك. طيب ماشي، اروح بقى لادم. ادم، انت قلت لي ان انت نفسك تمثل، تفضل تمثل. قبل التمثيل ما كانش في كليه معينه نفسك تخشها تدخلها بما انك يعني شاطر وبما انك كمان مجتهد في مذاكرتك؟ انا هقول لك كل حاجه بكل صراحه. انا عايزه الصراحه. بصي، قبل ما انا امثل ما كنتش عندي اي حاجه محدده. انا كنت قايل ان اول ما انا هكبر انا هبقى اشوف انا كويس في ايه وشاطر في ايه وحابب اخش في ايه وهخش فيه على طول. بس اول ما انا كبرت حسيت ان انا هبقى دكتور اسنان كويس جدا جدا مع الممثل زي كريم فهمي بالظبط، زي استاذ كريم فهمي بالظبط. فيعني قعدت افكر في الموضوع ده كتير قوي كل يوم لحد ما انا قعدت اقرر خلاص انا لما اكبر ان شاء الله انا هبقى دكتور اسنان زي ما انا عايز وكده يعني، والناس هتحبني ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله انا هفضل امثل برضو لما انا اكبر. يعني خلاص مش هبقى دكتور سنان ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. وبيرلا كمان ايه؟ انا عايزه طبعا اكمل تمثيل، مامي بتشجعني وكل حاجة، وبرضو ممكن أبقى تيتشر رسم أو فرنش مثلا أو مثلا ساينتست. عالمة، عايزة تبقى عالمة. يا رب إن شاء الله إن شاء الله. بس أنا ناوية أكبر أبقى ممثلة فيمس بقى وكده. وبرضو مين قدوتك في التمثيل؟ بتحبي يعني نفسك تبقي زي مين أو بتتفرجي عليها بتقولي يا نفسي أكون زيها أو ناجحة زيها أو محبوبة زيها؟ منى زكي. أو نفسك تمثلي معاها؟ يس. وبرضو نفسي أمثل مع أستاذ أكرم حسني. ناس كتيرة. طيب ريمون، ريمون يا سلامة كان طالع في المسلسل بيحب باباه، بيسمع كلامه، بيوافقوا على كل حاجة. بصراحة هل هو كده مع بابا في الحقيقة؟ كده بيسمع كلام بابا؟ أيوة طبعا طبعا. أيوة طبعا. تسمع كلام بابا يا ريمون؟ بجد؟ أيوة. مش بتتعبه خالص في مذاكرة أو أي حاجة؟ لا طبعا. بتتعبه ولا لا؟ لا. ليه فكرت بالسؤال ده؟ يعني تسمع كلام بابا وماما ويعني مش بتتعبهم؟ طبعا. مش عارفه، انا شكة. لا لا لا، ده ريمون بيسمع الكلام جدا. بيسمع الكلام جد جد. ما انا جايب الطعم الحلو ده ليه؟ احكي لنا قصه الطعم الحلو ده. ايه قصه الطعم الحلو ده؟ الطعم الحلو ده عجبه طعم حلو كده. مين اللي اختاره لك؟ ايه؟ مين اللي اختار لك الطعم الحلو ده؟ بابا ولا ماما ولا انت؟ بابا. بابا اللي اختاره؟ ايوه. ماشي. يعني انت خلاص بتسمع كلام بابا وماما، بتسمع كلام المدرسين كمان؟ طبعا طبعا طبعا. انا يا خوفي من طبعا دي. طبعا. طب شاطر في طب ايه المواد اللي شاطر فيها؟ اللعب. اسلم.
نص اللعب. طب ايه بتحب ايه؟ بتحب العربي بالانجليزي؟ بتحب ايه؟ بتحب العربي؟ بيحب البريك. بتحب البريك؟ هو بيحب البريك. رد عليا ريمون. عندي ثلاثة. ايه بقى؟ ثلاثة. شاطر في ايه بقى؟ شاطر في حصة البريك، شاطر في حصة الالعاب، شاطر حصة بقى اللي هي اخيرا بقى حصة. طب انا عايز اقول لك على حاجة، ان بابا بيتفرج علينا وسمع كل الكلام ده. انا عارف. بابا سمع كل حاجة. لا احنا عايزين نبقى شاطرين في المدرسة. ايوه بقى انا شاطر في حصة. ما انت قلت لي الالعاب اهو. لا بيهزر. انا بحب الرياضه. تحب تلعب ايه؟ لا الرياضه. لا الرياضه. لا اوكي. بتحب الرياضه؟ تمام. وانا سهله الرياضه. طب شاطر. حلو. هو بحب ماده الدين. تحب ايه؟ الدين. تحب حصه الدين. لازم تبقى شاطر عشان هما الاثنين دول هما اول اتنين سهلين. لا احنا لازم نبقى شاطرين في المدرسه علشان شاطر. طبعا علشان نكمل في التمثيل. طبعا لسه خارج من الامتحانات النهارده. عملت ايه في الامتحانات؟ ايه عيط؟ مين اللي عيط؟ كويس بيقول لك عيط كويس. لا ليه اللي حصل؟ لا عيط. ما تطلعش عليه شائعاتي. ادم ادم قلت ادم والله انت اللي مش ما طلعش عليه شائعات يا ادم. بيقول ان انت بتعيط. لا طبعا. لا ما طلعتش من الامتحانات بتعيط. ايوه. لا ربنا يوفقك وان شاء الله تنجح. علاقه ميان السيد في المسلسل مع نور النبوي هي علاقه سامه جدا، توكسيك جدا. بس يعني انا بحبها اكتر. ماشي. مفيش حد بيحبها اكتر مني. طيب انا بحبها اكتر. سلامة. العلاقة بينهم كانت سامة. الروح بالروح. بس يعني الناس طبعا الناس ما كانتش، في ناس انتقدوا الجرأة شوية في بعض المشاهد، ولكن برضو شفنا فيديوهات ليهم كتيرة يعني عصبية والحاجات دي. يعني كنت متوقع ده؟ أنا كنت متوقع ده طبعا، عشان هي أنا عارف إن العلاقة هي علاقة سامة جدا وعلاقة مؤذية جدا، بس هي علاقة ما بين واحدة عندها مشاكل نفسية ما تربطش بطريقه كويسه. هي انا كنت شايف طول الوقت ان هي علاقه ليها علاقه قوي بالتربيه، ان هو ازاي مروان المتربي اللي حاول ينقذها من السموم اللي هي كانت فيها. هي عندها مشكله نفسيه في التربيه بسبب ان ابوهم منفصلين من وهم صغيرين، العلاقه ما بينهم ما كانتش جيده كفايه، البنت ما تربتش معاهم، اتربت عند جدتها، هم لما كانت بتروح لهم كانوا بيضربوها، فالبنت طبعا طلع عندها كان عقد كتيره جدا. فلما حصل وقابلت مروان في المسلسل هو كان بيحتويها، يعني كان بيحتويها وده أذاه. تمام. وده بيحصل دلوقتي بشكل ده شيء واقعي جدا. يمكن انا في كل عمل بحاول ان انا يبقى عندي قصه حب بتحاكي. طب ممكن اسالك سؤال؟ قابلت ناس كده؟ قابلت ناس زي مروان، وقابلت ناس زي مادي. يعني قابلت بنات زي مادي وقابلت ولاد زي مروان. والعلاقه السامه دي كانت بتربطهم. والعلاقه السامه، العلاقات السامه دي لا تستمر عشان دايما بتبقى في كلها كوارث. بس كنت شايف ان الناس، تعالوا احكي لكم عن قصه تمام بتحصل دلوقتي ممكن انتوا تكونوا ما تعرفوهاش في البيت. تمام؟ يعني ان مادي دي موجوده، ممكن مادي دي تقرب من ولادكم، ممكن انتوا تربيتكم الغلط لولادكم تطلع مادي. وكان كمان مسلسل فيه انماط من قصص الحب. يعني سواء كان مختار وميسون، قصة الحب اللي ما بينهم ما بين زوج فقد زوجته وما قدرش يعيش من غيرها، قصة الحب ما بين مديحة ومحمود تمام، اللي هي بدأت على كبر الاثنين عايزين يعيشوا حياتهم بعد الأربعين، قصة الحب حتى بتاعت مختار والشخصية بتاعت مي تمام اللي كانت بتعملها حالة شيحة، ان هي قصه حب اصلا مستحيله ما بين راجل عنده 6 اولاد تمام في اعمار مختلفه وست عندها مشاكل مع طليقها، قصه الحب اللي ما بين بتاعه مازن وحبيبه. كان في افكار يعني معينه يعني كنتوا عايزين تطرحوها من خلال المسلسل. بنطرحها تمام. وكمان ان ازاي ان انماط الحب مختلفه جدا، انماط الحب مختلفه وممكن تؤدي الى
كوارث او تؤدي الى حاجات كويسه او لا تؤدي الى شيء. اغلب المشاهد كانت في بيت مختار ابو المجد. طبعا كان في مشاهد خارجيه في الجامعه وفي المدرسه وفي الشارع، ولكن كان اللوكيشن الاساسي البيت. وده يعني مش سهل. قدرت ان انت ازاي تنوع في الكادر وفي في الزوايا علشان المشاهد ما يملش؟ بص، يمكن كان بتقول ايه يا ريمون؟ بتنام في البيت؟ وحشك البيت ده؟ وحشك صح؟ وحش ايه اللي وحشك فيه؟ والله وحشنا كلنا قوي. ايه اللي وحشك فيه يا ريمون؟ الشوكولاتات، اللعب، الجن. انا وحشني فيه ذكرياتي والله. خليك انت ما عندكش ذكريات اصلا. مين ده اللي ما عندوش؟ انت. طب واحده خلينا نسمع. نسمع الاول من ريمون، ايه اللي وحشك في البيت يا ريمون غير الشوكولاتات؟ الاكل واللعب وطبيخ عمته مديحه. طبعا ده اهم حاجه دي ما تتنسيش. دي ايه الاكلاتك المفضله؟ طيب الفراخ. وايه كمان؟ والبطاطس. البطاطس تحب ايه كمان؟ بطاطس. ما تحبش اللحمه؟ بحب اللحمه. طب كويس، يعني بنحب حاجات غير الشوكولاتات اهو. والاكل. والاكل طبعا. هلا والشف. طب مامي ايه بتحب ايه من اكل مامي؟ نفس الاكل. مامي تعمل اكل حلو؟ ايوه بيقول لك ايوه يا ماما. بيقول لك ماما بتعرف تطبخ. ايوه هي سامعاك. وانت يا ادم ايه اللي وحشك في المسلسل او البيت؟ والله ذكرياتنا مع بعض كلنا. حتى هو مش يعني انا قلت لك اللي انت كان في المشاهد او مش في المشاهد. انتوا بقيتوا طبعا صحاب بعد المسلسل؟ اكيد. صح يا بيرلا؟ معانا ارقام بعض كلنا، تتكلموا مع بعض على طول دايما. وانا بنعمل فيس تايم ساعات. ايوه وزوم ونتكلم. تخرجوا مع بعض و طيب. طبعا عملتوا ايه؟ طب انت عملت ايه؟ انت كنت كويس في الامتحان الحمد لله، حليت كويس جدا الحمد لله صح؟ طبعا. فيرلا بقى عملتي ايه؟ عملتي في الامتحانات؟ نجحت الحمد لله. الحمد لله الف مبروك. حاجه صح؟ الف مبروك. عملنا كده حبه امتحانات، النهارده عملنا واحد وامبارح وكده، بس ان شاء الله انجح فيهم برضو. انا حبه يعني يا ريت. حبه امتحانات عملنا اثنين حبه. طب ريمون انبسطت مع الفنان خالد النبوي؟ يعني انبسطت في التمثيل معاه؟ كان بيقول لك ايه؟ تفتكر كان بيقول لك ايه؟ ده انت كنت ابنه المدلع بقى حبيب قلبه. ايوه كان بيشجعني على طول. كان بيشيل لي علبه شوكولاته اللي هي لوحدي يكتب عليها اول ما اجي امسك. عرفت بقى ليه انا بسلم على اول واحد نور نووي وخالد النووي؟ على طول بيبقوا شايلين شوكولاتات. أيوة. ليك. ايوه الاثنين كده. طب وسلامه ما كانش بيجيب لك شوكولاته؟ ايه؟ سلامه حاجات تانية. كنت باخد منه شوكولاته. اسرع منه. كنت بسرع منه. طيب بجانب الشوكولاتات كان بيقول لك ايه يعني في التمثيل ده؟ غير ان هو كان يعني بيديك شوكولاته على طول، كان بيقول لك ايه في التمثيل؟ بيقول لك شاطر، برافو عليك، كنت هايل في الدور ده او في المشهد ده. كنت هايل. كنت هايل. هو بيقلدني يا جماعه. انت بتقلدني صح؟ لا طبعا. بتعرف تقلد الناس؟ بتعرف تقلد؟ اقلد. بتعرف تقلد اصلا؟ عندي يعني بتعرف تقلد لنا مين؟ تحب تقلد لنا مين؟ سلامه. لا اسيا. يلا اسيا. طب يلا قلد اسيا. اسيا كانت المساعده الاول. طيب تعمل ايه بقى اسيا؟ يلا قوم يلا. لا حرام عليك اسيا. اسيا مش كده. لا امال ليه سموها اسيا؟ لا هي كان قصدها اسيا وافريقيا واوروبا. يا سلام. طبعا. طيب سلامه، خالد النبوي ونور النبوي، انت هنا يعني برضو اجيال مختلفه، وفي نفس الوقت طبعا فنان كبير خالد النبوي ونور النبوي كمان كان جاي لكم حق نجاح. التعاون معاهم كان ازاي؟ الاب والابن يعني احكي لنا كده. دي تاني تجربه لينا مع بعض انا والفنان خالد النبوي. بعد راجعين يا هوا. بعد راجعين يا هوا. انا طبعا بصي انا واستاذ خالد اصدقاء جدا.
ما بيننا حاجات كتير مشتركة جدا في الفكر والتفكير وطريقة الشغل، سواء ان احنا بنقعد نشتغل. يعني دايما بقول ان البني ادم الوحيد اللي بيشتغل اكتر مني قابلته في حياتي هو خالد النبوي. ما قابلتش حد بيذاكر كده. نور انا هو برضو اصدقاء، دي تاني تجربة لينا كبيرة بكل صراحة. طبعا انا هنقلك كلام النقاد وكلام الناس، في بعض النقاد قالوا انه كان ابن الفنان خالد النبوي نور النبوي كان واخد مساحات اكتر عن شخصيات كتير. لا لا لا، دي الدراما، يعني دي اصلا هي الدراما اصلا من الاول، ان يعني حتى في الرواية موجودة منشورة، يعني احنا مش هن مش هنجيب احنا حاجة نشرها على حبل الغسيل. احنا نشرها على حبل الغسيل، فالرواية منشورة موجودة. وموجود الدور بتاع مروان في الرواية، هو ما كانش اسمه مروان في الرواية، مش متذكر كان اسمه، انا فاكر ان الاب كان اسمه محمد في الرواية، مش متذكر الابن الكبير كان اسمه ايه في الرواية. لكن الدور موجود، هو اصلا الخناقة كلها كانت بالدور ما بين الابن الثاني والاب على المواعيد، هو نفس اللي حصل. يعني احنا واخدين الرواية واشتغلنا عليها. عشان انا سمعت كتير والله كلام عن نقاد عن بيحكوا على الرواية وهم ما قروهاش، بينتقدوا الرواية وهم ما قروهاش، بينتقدوا مثلا دور الفلاني وهو بيقول لك هو مش موجود. بس للاسف يعني احنا تقريبا احنا واخدين كل الخطوط العريضه من الروايه، يعني كان شغل محمد سليمان عبد الملك ان احنا بيجيب الخطوط الرئيسيه من الروايه وبنشتغل عليها، بنزود لها تفاصيل، بنزود لها خطوط تانية، بنزود لها كلام، بنزود لها حاجات، علشان طبعا ده دراما 30 حلقه، ده مضطر ان احنا نعمل كده. لكن والله سمعت نقد كتير عن ناس حتى مش عارفين الملابسات بتاعه الفيلم نفسه، النقد اللي اتعرض له الفيلم في الفتره دي. يمكن كان في مثلا، ما كنتش حابب اتكلم عن الموضوع ده بس والله اتكلم فيه، كان في نقده بتنتقد سلوك الاولاد. هو اصلا النص الاساسي مبني على اختلاف الاجيال، وان الاولاد بيتعاملوا بطريقه غير لائقه. تمام، لما حصل في الفيلم بتاع امبراطوريه ميم في الفتره دي كان تعامل الاولاد طريقه غير لائقه، يعني كان لو نفتكر الدور اللي كان بيقدمه شمس ريم كان عنده مشاكل مع امه، وكلهم كان عندهم مشاكل مع الام، ان هما الام كانت شايفاهم ان مفيش عدم احترام، بس هو ده كان عدم الاحترام بتاع الفتره دي بتاع السبعينات. تمام، لما تقدم الفيلم اما دلوقتي التحديات اللي الاب بيشوفها وبيشوف الردود الفعل من الاولاد، وده 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 بيحصل في البيوت. ممكن يبقى هو مركز قوي في المسلسل ان احنا بنتكلم عن طريقه التربيه، وان ازاي ان الولاد دلوقتي بقى منفتحين وبقى عندهم اراء، ممكن تكون الاراء دي احنا شايفينها ان هي قلت الذوق جمع كلها في حته واحده. العصر بيختلف والاعمار بتختلف وانا حاسه ان يعني رمون عايز يقول حاجه. تعالى يا رمون، تعالى ممكن تقعد معايا، تقعد جنبي. بص انا عارفه ريمون، انا عايزاك كده، هو تعالى هنا، تعالى اقعد كده. تقول ايه لمحمد سلامه المخرج؟ عايز يعني هو كده قدامك تقول له ايه؟ انا عارفه ان انت بتحبه قوي وان انت نفسك تمثل معاه. حاجه حلوه ولا فضيحه؟ لا حاجه حلوه ارجوك. حاجه حلوه ده ماسك حياتي. يلا ايه بقى نفسك تقول له ايه؟ نفسك تمثل معاه تاني؟ وعايز تطلع يعني يعني بتفكر في الدور اللي انت نفسك تطلع فيه المره الجايه؟ عايز تبقى شرير ولا طيب؟ شرير. شرير. عايز تبقى يعني عايز تبقى دور شرير، عايز تبقى شقي ولا هادي شويه؟ شقي. الله مستقبل باهر. سلامة اخيرا، احنا يمكن شفنا في دراما رمضان تقريبا بنتكلم عن اكتر من 30 مسلسل، 34 مسلسل ما بين 15 ل 30 حلقه، في منهم اتعرض في النص الاول من رمضان وفي الجزء الثاني في النص الثاني من رمضان. ايه تقييمك للمسلسلات اللي اتعرضت والتنوع؟ احنا شفنا اكشن، شفنا كوميدي، شفنا قضايا اجتماعيه وسياسيه وتاريخيه،
وفي نفس الوقت هل ممكن نشوف سلامة بيخرج 15 حلقة قريب بما انه الناس بقت تفضل 15 حلقة؟ بصي، هو الموسم السنة دي موسم رمضان 2024 ده كان موسم مميز جدا وكان مليان بالأعمال المبهرة. يمكن أكتر عملين مبهرين الحشاشين وجودر. أنا شايف إن العملين دول على مستوى الإبهار والجرافيكس، السيناريو، الحوار، التمثيل، كل حاجة، الملابس، الديكورات، يعني شابوه بصراحة على الديكورات وعلى وعلى الإتقان اللي كان فيها. الإنتاج كان كويس جدا. الإنتاج كان كويس جدا جدا جدا. يمكن الشركة المتحدة السنة دي قدمت سيزن قوي جدا، كان المنافسة كانت فيه قوية جدا. 15 حلقة بقى يا سلامة، هل ممكن نشوفك تقدم 15 حلقة؟ يعني أنا تمام إن أنا أعمل 15 حلقة، تمام، رغم إن أنا بحب ال 30، بحب يبقى عندي مساحة في الحكي يعني. بس ده ممكن يوقعك في التطويل. ممكن يوقع في التطويل، بس بصي انا فاهم ان المسلسلات اصلا، هي المسلسلات اصلا قائمه على التطويل، يعني ان احنا بنحكي حدوته قصه، تمام. يمكن دلوقتي علشان العالم بقى اسرع، الدنيا كلها ماشيه بسرعه 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 بسرعه، فبقول لك ان احنا دلوقتي بقينا الدنيا بقت سريعه جدا، تمام. يمكن الناس بتحس ان احنا الحاجات بتطول او بس المسلسلات اصلا معتمده على ان القصه بتطول معانا. نحكي نحكي يعني، يقول لك تعالى احكي لك قصه بتاعه ريمون فلان. بدا ينام عادي، ميعاد نومه جه. قصه بتاعت فلان بتقول كذا بتقول كذا بتقول كذا بتقول كذا بتقول كذا. بس انا ممكن اعمل، يعني احب ان انا اعمل 15، احب جدا ان انا اعمل 15. اخيرا سلامه، انت قدمت عملين كلاسيكيين، هل في شروط لاعاده اعمال او اعاده تقديم الاعمال الكلاسيكيه؟ هل في ضوابط معينه؟ هل في يعني احكام بتحدد تقديم الاعمال دي علشان ما نقعش في فخ المقارنه؟ بصي، هو ما فيش حاجه بتقول تعالى نمشي عليها عشان نقدم عمل تاني او نعيد تاني. هو اهم حاجه ان انت يبقى عندك وعي، انت يعني ان انت الوعي تقدم بيه العمل. انت ليه اصلا بتختار تقدم عمل قديم او عمل كلاسيكي؟ يا اما انت عايز تقول حاجه موجوده دلوقتي، يا اما انت عندك معلومه جديده او حاجه جديده ممكن تضيفها، او المجتمع الجديد اللي احنا عايشين فيه في نفس الشكل اللي حصل. بس انا طبعا مش ضد خالص، هو بيحصل في كل حته في الدنيا، بس المهم ان احنا نبقى على قد ان احنا هنعيده، عندنا الوعي ده. انا مبسوطه جدا بيكم، والف مبروك على نجاح المسلسل، وانتم فعلا كنتوا ابطال ومشرفين، ويعني منتظركم مستقبل رائع وباهر. انا هتكلم زيك بقى، انت كنت بتتكلم كده في المسلسل. بشكرك محمد سلامه، ويمكن انت كمان يحسب ليك ان انت قدمت جيل من الفنانين الموهوبين على الساحه. كل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله. بيرلا ابو المجد، نورتينا. ثانك يو. وشكرا ليكي، انت برنسس النهارده ودايما. شكرا ريمون توفيق، خلاص هنسيبك بقى تنام، هتخلص مننا بقى خلاص، نورتنا. سلومه كان يشوف بيرلا وهي طيب. لا ده موضوع كده يعني. ادم وهدان، شكرا يا ادم، ونورتنا والله، وكل التوفيق ليكم. انا بس عايزه اقول ثانك يو سو ماتش، انا مبسوطه قوي ان انا جيت هنا وجالي فرصه امثل في امبراطوريه ميم. عايزه اقول ثانك يو لمحمد سلامه، وطبعا مامتي بحبها قوي وبتساعدني في حاجات كتيره وبنراجع مع بعض. هم معانا خلاص. مامتي. يا ريمون بنختم يا ريمون خلاص. هم طبعا معانا، بوجه لهم كل التقدير والاحترام. انا عايز اشكر استاذ محمد سلامه ان هو واقف معانا وان هو ساعدنا ان احنا نقدم المسلسل، وساعد كل حد وعرفه الكاركتر بتاعه والفيلينجز بتاعته في كل سين، كل المشاهد. في كل المشاهد. وانا بشكر ماما طبعا جنبي طول الوقت وكده، وبشكر حضرتك على الحلقة التحفة دي. انت تحفة اللي قمر وتحفة. شكرا. شكرا يا حبيبي. ريمون يا حبيبي. انا بشكر محمد سلامة، كان بيقف جنبي في حاجات كتير كتير. انا بشكرك ان انت جيت ونورتني. شكرا بنور. وماما برضو كانت بتقف معايا في حاجات كتير، وبابا بيشجعوني، وبولا، اخواتي الاثنين،
انتوا نورتونا والف مبروك على نجاح المسلسل وشكرا لكم. شكرا بشكركم ونورتونا وان شاء الله تكسروا الدنيا في المسلسل اللي جاي ان شاء الله. وبشكر حضراتكم.